بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نستكمل لمحاضراتنا في مساق تدقيق حسابات واحد أو مراجعة حسابات واحد. وصلنا لعند الفصل السادس اللي هو بعنوان تخطيط وتوثيق عملية التدقيق. تخطيط وتوثيق عملية التدقيق، بنقصد بالتخطيط اللي هو رسم خطة لعملية التدقيق. المراجعة أو التدقيق كأي عملية مبنية على أسس علمية بتحتاج خطة من البداية إلى النهاية، من نقطة البداية أو من قبل البداية إلى نقطة ما بعد النهاية. طبعاً أي عمل ملوش خطة معناته بيكون عمل فاشل وعمل غير علمي وعمل غير مدروس. عشان هيك خطة التدقيق أو عملية التدقيق عشان تكون ناجحة لازم تحتاج إلى خطة عامة وتفصيلية، خطة عامة وتفصيلية. فالفصل هذا بتكلم عن عملية التخطيط، وزي ما احنا شايفين عنوان الفصل تخطيط وتوثيق عملية التدقيق. يبقى التخطيط اللي هو الخطة أو رسم الخطة التي تشمل اللي هو المراحل تنفيذ العمل والعينات وأسلوب العمل وطريقة العمل وتوزيع العمل، هذا كله ضمن الخطة. أما التوثيق، إحنا كل خطوة بنقوم فيها بنحتاج نوثقها بأدلة أو مستندات حتى تثبت اللي هو أننا كمدققين قمنا ببذل العناية المهنية المطلوبة، والتزمنا بالمعايير، التزمنا بأدبيات السلوك المهني، التزمنا بما تتطلبه اللي هو المتطلبات والإرشادات المهنية. بداية الفصل طبعاً بتكون عنا مقدمة، وبذكر أن عملية التدقيق عملية منتظمة لجمع وتقويم الأدلة، عملية منتظمة لجمع وتقويم الأدلة. تتكون هذه العملية من خطوات مدروسة مستمدة من الخبرة العملية للمدققين المبنية على مستويات معقولة من المؤهلات العلمية، التي تمكن المدقق في النهاية من الخروج برأي مناسب عن مدى عدالة القوائم المالية وحقيقة تمثيلها لواقع المنشأة. زي ما حكينا وزي ما بنعرف أن المدقق ما بيخرجش منتج جديد، هو كل اللي حيخرجه أو يطلع فيه أو يدينا إياه أو المطلوب منه في نهاية عمليته في المنشأة أو الشركة أنه بدي يديني تقرير ورقة. تقرير عبارة عن ورقة أو ورقتين بس، الورقتين هذولا بيقول لي إن وضع الشركة قوائمها المالية صحيحة تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي وعن نتيجة الأعمال ولا لا. بس الكلمتين هذول مهمات جدا عند أصحاب القرار، سواء كانوا مساهمين أو إدارة أو مؤسسات إقرار أو مؤسسات حكومة أو مؤسسات إحصاء أو باحثين، لأنه بيترتب عليها قرارات، قرارات مالية، قرارات مالية في ناس بتبيع أسهم، ناس بتشتري أسهم، ناس بتستثمر، مؤسسين بدهم يغيروا إدارة، بدهم يجددوا إدارة، بدهم ياخذوا قروض، بده يترتب عليها عالم مالي، عالم مالي، تداولات بشكل يومي في سوق المال بالارتفاع أو بالانخفاض بسبب أو نتيجة الكلمتين اللي ذكرهم المدقق. طبعا الكلمتين هذول كل سوق المال بيستنى فيهم على أحر من الجمر، لأنه بدون رأي المدقق، الورقة اللي بده يصدرها اللي يعبر فيها عن رأيه في مدى صدق وعدالة القوائم المالية، هاي الكلمتين اللي هو مهمات جدا، لأنه بناء عليه حيتخذوا قراراتهم. لأنه القوائم المالية اللي بتعدها الشركة، اللي بتعدها الشركة لو ما كانتش مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي يؤكد أو يعطيها درجة الثقة المطلوبة، معناته ما حدا حيعتمد عليها كانت أم لم تكن، لأن القوائم المالية بدون تدقيق لا تعتبر اللي هي مهمة للمستثمرين ومتخذين القرارات. ليش؟ لأنها تفتقر إلى المصداقية، تفتقر إلى الثقة. اللي حيعطيها الثقة أو يسحب عنها الثقة اللي هو تقرير مدقق الحسابات. طيب، عادة ما تشمل عملية التدقيق الخطوات التالية: الخطوة الأولى قبول مهمة التدقيق وما قبلها، قبول مهمة التدقيق وما قبلها.
يبقى احنا بنبداش من القبول، من بعد القبول بنبدا من قبل القبول. لسه المدقق يعني الامور مش قصه واحد بيبحث عن شغل ومستعد يشتغل اي شركه كانت، اي ظروف كانت، اي معطيات كانت، لا هو بده يدرس، بده يفكر، بده يبحث، بده يخطط هل يقبل عملية التدقيق أو ما يقبلهاش. يقبل لسه هو قدامه مرحلة، هل يتخذ قرار قبول مهمة التدقيق ولا ما يتخذش. هذا لسه بيكون قبل عملية التخطيط، لأنه حيبدأ عملية التخطيط إذا هو قرر قبول عملية التدقيق. لكن إذا قرر عدم قبول مهمة التدقيق معناته ما بيكونش في لازم لإجراء خطة تدقيق، لأنه خطة التدقيق شغلة متعبة وتتحمل تكاليف وإجراءات ومجهود من قبل مدقق الحسابات. الخطوة الثانية اللي هي التخطيط لعملية التدقيق. يقبل الخطوة الأولى كانت قبول اللي هي ما قبل عملية التدقيق، الخطوة الثانية كانت التخطيط لعملية التدقيق، الخطوة الثالثة تنفيذ اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات المالية، الخطوة الرابعة تنفيذ إجراءات المراجعة التحليلية. في عندنا فرق بين الخطوة الثالثة اللي تنفيذ اختبارات رقابية، وفي عندنا خطوة رابعة اللي هي تنفيذ إجراءات مراجعة تحليلية، حنشوفها مع بعض اللي هو في حين. الخطوة الخامسة استكمال عملية التدقيق، والاستكمال عادة ينتهي بإصدار المدقق لتقريره أو لرأيه المهني المستقل، لرأيه المهني المستقل. في مالي شرح لهذه الخطوات. أول خطوة اللي هو قبول مهمة التدقيق وما قبلها اللي هي ما قبل التخطيط. قبل اتخاذ المدقق قرار بالموافقة على تدقيق حسابات شركة معينة أو الاستمرار مع عميل معين، الآن احنا بنتكلم عشان نوضح إيش معنات استمرار أو قبول شركة معينة جديدة أو الاستمرار في الشركة. الآن الآلية اللي بتتم فيها اللي هو تعيين المدقق، قلنا المدقق بتم تعيينه من قبل الهيئة العامة للمساهمين أو الجمعية العامة للمساهمين اللي هم الملاك، اللي هم بيمثلوا أصحاب الشركة، أصحاب رأس مال الشركة، أصحاب الأسهم. هذول هم اللي بعينوا مدقق الحسابات وبحددوا أتعابه وبحددوا اللي هو العلاقة مع مدقق الحسابات. طبعا التكليف مدقق الحسابات أو اختياره لإجراء عملية التدقيق بيكون اللي هو وفق كتاب تكليف سنوي، وفق كتاب تكليف سنوي. يعني المدقق بتم اختياره وتكليفه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2019. 2019 بتبدأ مثلا من 1/1 تنتهي في 31/12 مثلا، يعني أو اختاروه في 1/5 بنتهي في 30/4. يبقى مدة التدقيق أو مدة كتاب تكليف التدقيق للمدقق بتعلق بسنة واحدة، لأن الجمعية العامة للمساهمين لها اجتماع سنوي كل سنة، في الاجتماع السنوي حيكون من ضمن جدول أعمالهم اللي هو تعيين مدقق حسابات للشركة. كل سنة في جدول أعمالهم بيكون تعيين مدقق حسابات للشركة. طيب معنى الكلام، هل ممكن نعمل الكلام إنه كل سنة بدهم يختاروا مدقق حسابات جديد؟ لا، هو بتم في أول سنة بيختاروا مدقق حسابات، في السنة الثانية بيجددوا لمدقق الحسابات، في السنة الثالثة تجديد لمدقق الحسابات، زي عقد الإيجار أو أي عقد في الدنيا مدته سنة، وكل سنة بتم إيش؟ تجديده برضا الطرفين، برضا الطرفين. فمعناته المدقق قابل والمساهمين اللي هو بدهم يستمروا مع المدقق فبيكونوا يقوم بعملية التجديد. فبالتالي ممكن احنا قدام حالتين، ممكن يكون اللي هو المساهمين بدهم يختاروا مدقق الحسابات لأول مرة، يعني ما تعاملوش معه قبل هيك، يعني كانوا بيتعاملوا مع واحد ثاني وخلصوا من المدقق القديم وبدهم يتعاملوا مع المدقق الجديد، فبالتالي هذه بتكون علاقة مستجدة بين الإداء، بين المساهمين وبين المدقق. أو ممكن يكون اللي هو المدقق هو مستمر مع الشركة من الماضي وهم الآن في السنة الجديدة بيعملوا عملية إيش؟ تجديد التكليف.
تجديد التكليف. يقبل مدقق، ممكن يكون مدقق اللي هو القرار الموافقة أو قبول مهمة التدقيق لأول مرة، يعني مدقق ما كانش بدقق حساباته ولسه أول مرة بده يعدي على الشركة، أو ممكن يكون هو نفسه كان مدقق الحسابات فيها وبدهم يعملوا العملية، انتهت السنة تاعته وبدهم يعملوا عملية تجديد. بيقول لي أن قبل اتخاذ المدقق قرار بالموافقة على تدقيق حسابات شركة معينة، أو إذا كان جديد ما بتعاملش معهم قبل هيك، أو الاستمرار مع العميل، عليه أن يقوم بدرجة معقولة من الفهم لطبيعة عمل المشروع. طبعا عليه أن يقوم بدرجة معقولة من الفهم، هاي العبارة بتنطلق على المدقق اللي بيدقق حسابات الشركة لأول مرة. لكن لو كان هو مدقق الحسابات قبل هيك له سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة في الشركة، معناته هو مش هيحتاج لفهم طبيعة عمل الشركة وانظمتها، لأنه أصبح إيش بالنسبة له، الشركة بالنسبة له أصبحت كتاب مفتوح، لأنه فاهمها من الألف للياء، حتى ممكن يكون فاهمها أكثر من بعض الموظفين اللي بيعملوا فيها، لأنه الموظف بيكون بيفهم جانب معين من النشاط اللي هو بيشتغل فيه، لكن مدقق الحسابات بيكون مطلع على كل أوجه نشاط الشركة. وأن يجمع المعلومات المناسبة التي تساعده في اتخاذ القرار. يقبل المدقق الجديد تاع أول مرة بده يفهم طبيعة عمل الشركة، وبده يجمع القرارات اللي تساعده في إيش؟ في اتخاذ القرار قبول أو عدم قبول مهمة تدقيق حسابات الشركة. طيب هنا بيقول لي قبول العملاء والاستمرار معهم، قبول العملاء الجداد والاستمرار معهم. على الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق، أنا استخدم مصطلح مش مدقق، شريك مسؤول عن عملية التدقيق. الشريك المسؤول عن عملية التدقيق بنقصد فيه مدقق الحسابات، نقصد فيه مدقق الحسابات. طب ليش استخدمنا مصطلح شريك؟ لأنه في شركات التدقيق الكبرى بتتعاملش مع المدقق كموظف، بتتعامل مع المدقق كإنسان مهني له اللي هو مكانته الخاصة، وبالتالي بيعتبروه شريك في مكتب التدقيق، بيعتبروه شريك في مكتب التدقيق حتى يكون ارتباطه بالمكتب ارتباط كبير وفي ولاء، وفي اللي هو إيش رابط غير رابط اللي هو موظف في مكتب أو في شركة تدقيق انصح له عرض ثاني يسيب الشركة ويروح له. لا، احنا المكتب التدقيق بيعتبر المدققين عنده شركاء، وبالتالي بيعطيهم نسبة من الأرباح حتى يضمن بقائهم، لأنهم هم اللي بيمثلوا رأس ماله ورصيده وسمعته. فبنطلق على المدقق في شركات التدقيق الكبرى مصطلح شريك تدقيق. على الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق أن يقوم بتقييم العميل المحتمل قبل الموافقة على قبوله. كيف بدنا نقيم العميل؟ حنرجع للعلاقة، مش العميل أنا اللي أنا بدي أقيم حساباته، كان قبل هيك بيشتغل مع مدققين ثانيين وخلص منهم أو خلصوا منه، نرجع للمدققين السابقين للشركة، نرجع للمدققين السابقين للشركة. فبيقول لي ففي حالة كون العميل جديد، يقوم الشريك المسؤول بتقييم وضع المنشأة في السوق. من ناحية طبعا حنرجع لسمعة الشركة في السوق، حنعرف شو سمعتها، شو قدرتها التنافسية، شو قدرتها على الاستمرارية، ونقيم علاقة الشركة والإدارة تاعتها مع المدقق السابق لمعرفة مدى قدرة المدقق على الحفاظ على استقلاليته، ومدى ممارسة الإدارة ضغوطا عليه. طبعا أنا بهمني عشان أقيم وضع الشركة بدي أفحص وأتحرى عن وضعها في السوق، شو سمعتها، شو قدرتها التنافسية، شو التزامها مع المؤسسات المالية، شو التزامها مع الزبائن، شو اللي هو درجة مصداقيتها في المعاملات المالية والتجارية. وبهمني كمان جزئية اللي أنا بدي أبحث عن مدى قدرتها على الاستمرارية، لأن أنا مش مستعد كمدقق أحط اسمي مع شركة اللي هي ممكن بعد 6 شهور ولا 7 شهور يقولوا غير قادرة على الاستمرارية وأفلست، لأنه سمعتي أصبحت مرتبطة مع سمعة الشركة اللي أنا بدقق حساباتها.
طبعا بهمني كمان انه اعدي اتعامل مع اداره او مع شركه، اللي هو الشركه هذه والاداره هذه، اللي هو التعامل يكون مش تعامل قائم على المشاكل من اول يوم، لا احنا بدنا اللي هو انا بدي امارس عملي كاستقلاليه ومهنيه، بدي اداره وشركه تمكنني من اني اشتغل وفق المهنيه المطلوب والاستقلاليه المطلوبه. هرجع لمدقق الحسابات استفسر على كيفيه السابق، استفسر كيف كانت علاقته مع اداره الشركه، وهل المدقق يستطيع في ظل الاداره الموجوده الحفاظ على استقلاليته والقيام بدوره المهني ولا لا. في النهايه انا بعدي بكون عندي تصور كامل عن نوع الاداره، نمط الاداره تاعتها اللي تدخلها في عمل مدقق الحسابات، وضع العراقيل، السماح له بالاطلاع على كافة المستندات والسجلات المحاسبية المطلوبة. الحاجات هذه بتسهل علي اتخاذ القرار. أبحث في الأمور هذه قبل ما أتخذ القرار بالموافقة. ممكن أوصل لمرحلة اللي هو أقول لا، اللي هو أنا بدي أعدي على الشركة سمعتها مش كويسة وإدارتها متعنتة وعلاقتها مع مدقق الحسابات مضطربة، لا أنا بدي أحافظ على سمعتي وبدي أحافظ على مكانتي، وبالتالي أنسب شغلة إنه أنا ما أقبلش اللي هو تدقيق حسابات هاي الشركة، أو أصل لقناعة إنه أنا ممكن أتعامل مع المعطيات الموجودة وبالتالي قرار قبول تدقيق حسابات الشركة. يقول لي بالأخص يأخذ المدقق بعين الاعتبار ما يلي: 1- مدى استقامة المالكين والمديرين الأساسيين للشركة، بهمه مالكين نظاف ومداريين اللي هو متفهمين لعمل المدقق. 2- فيما إذا كان الفريق المكلف بالمهمة يتمتع بالكفاءة التي تمكنه من القيام بالمهمة. أي سبب ثاني، لا اللي هو التقييم للشركة. أنا ببحث في نوع نشاطها وأنظمتها والعمل اللي بتقوم فيه والمنافسين ومدى قدرتها على الاستمرارية وما يتعلق فيها. طيب بحثت الحاجات اللي لقيت طبيعة عمل الشركة وأنظمتها معقدة. إيش معناته معقدة؟ يعني تحتاج إلى فريق من الأكفاء المدققين الأكفاء عندهم مهارات عالية جدا للقيام بتدقيق هاي الإمكانيات. محتاج كم معين او كم كبير من المدققين ومواصفات يعني زي ما بيقولوا هاي بروفيشنال عالية جدا، اللي هو لانه طبيعة عمل الشركة اللي هي عمل معين. فبالتالي انا حبحث في الفريق اللي عندي هل الامكانيات والكفاءات اللي موجودة عندي كافية لاداء عملية التدقيق في الشركة محل البحث ولا من غير كافة. أنا ممكن يكون عندي فريق مدققين ذو كفاءة عالية جدا، بس كفاءتهم في جوانب معينة، يعني دققوا حسابات بنوك، دققوا حسابات شركات تجارية، دققوا كذا، لكن الشركة مثلا هذه اللي معروضة عليه شركة بتشتغل في قطاع النفط. طب أنا اللي عندي ما فيش عندهم خبرة في تدقيق حسابات شركات تشتغل في قطاع النفط، أو شركات بتشتغل في قطاعات اللي هي صناعات معينة إلها طبيعة خاصة. أنا اللي عندي ما مرش عليهم العمل في اللي هو الشركات بالنوعية هاي، فبالتالي حصل لقناعة إنه فريقي والمدققين اللي عندي رغم كفاءتهم العالية في جوانب كثيرة، لكن الجانب اللي احنا نتكلم عنه أو جانب نشاط الشركة مش من ضمن اختصاصاتهم، وبالتالي ممكن نواجه مشاكل وصعوبات تمنعنا من القيام بواجبنا على الشكل المطلوب، فبيكون أفضل شغلة إنه عدم قبول مهمة التدقيق في الشركة. الشغلة الثالثة أو الاعتبار الثالث: ما إذا كان بإمكان شركة التدقيق وفريق المهمة الالتزامات بالمتطلبات الأخلاقية بما فيها الاستقلالية. الشركة كويسة والمدققين اللي عندي كويسين وبيستطيعوا القيام فيها، لكن لو أنا مثلا كمدقق حسابات رئيسي وجدت أو أحد العاملين في مجلس إدارة الشركة قريب إلي من الدرجة الأولى، يعني مثلا زوجتي أو أخوي أو أبوي أو أمي بيشغل منصب اللي هو رئيس مجلس إدارة الشركة،
معناته هل بنفع اللي هو يكون في أو ممكن يكون في استقلالية في العمل في ظل وجود قرابات مهنية، قرابات عائلية من الدرجة الأولى؟ طبعا هنا اللي هو إيش؟ حيكون في عدم استقلالية، مش حيمارسوا عليه ضغط، لكن طبيعة الروابط الاجتماعية حتأثر على درجة الاستقلالية والمهنية. وبالتالي الأصل إنه في هذه الحالة حسب قواعد السلوك المهني إنه أنا أرفض عشان أنا ما أتهمش بعدم الاستقلالية وتحيز لدرجات قرابة من الدرجة الأولى. طيب إيش في كمان حاجات ممكن تمنع؟ لو أنا كنت اللي هو مساهم، أنا مدقق حسابات لكن عندي فلوس وبستثمر فيهن ومشت في أسهم في شاري الشركة، معناته أنا أصبحت شريك مالك، بنفع أكون مالك ومدقق حسابات؟ طبعا هذا الكلام إيش فيه تناقض وتعارض، بالتالي القانون والسلوك المهني لمهنة التدقيق بيمنعني لأنهن بشكل تهديد لاستقلاليتي، فبالتالي يجب أن أعتذر وأرفض اللي هو تدقيق حسابات شركة أنا مساهم فيها أو إلي علاقات قرابة من الدرجة الأولى مع العاملين في المناصب العليا في هذه الشركة. تحديد الأسباب التي تجعل العميل يطلب التدقيق. ليش العميل بده التدقيق؟ لأنه في متطلبات قانونية بتلزم العميل، والسوق المالي بده العميل، والدرجة بده التدقيق، والثقة في القوائم المالية تحتاج اللي هو القرار المدقق أو رأي المدقق. التفاهم مع العميل على شروط الاتفاقية. بعد ما المدقق يقيم الشركة ويبحث نشاطها وطبيعتها وهنا ويشوف إيش العمل تاعها ودرجة التعقيد تاعتها، بده يعمل بينه وبين اللي هو العميل كتاب اللي هو اتفاقية على تضمن اللي هو حقوق المدقق، تحدد الجوانب اللي بده يغطيها ومدى شمولية تدقيقه وما الفترة الزمنية اللي بده يقدم تقريره فيها والأتعاب اللي بده يعمل فيها، يعني بالتالي ما بدوش يكون بينه وبين الشركة أي ثغرات، وبالتالي الأمور بدها تكون موضحة في كتاب التكليف اللي بده يتلقاه مدقق الحسابات من اللي هو إدارة الشركة، ولو بده يتحدد في أتعابه ومستحقاته وطريقة عمله وطريقة تعامله في الشركة. ما بيتكلم عن محتويات رسالة الارتباط أو كتاب الارتباط اللي بيكون موقع بين العميل وبين إدارة الشركة أو الهيئة العامة للمساهمين، اللي هو الهدف من تدقيق البيانات المالية، مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية، إطار الإبلاغ المالي المطبق، نطاق عملية التدقيق بما في ذلك الإشارة للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وشكل التقرير أو التقارير. بعد ما يخلص ويوافق ويصير في كتاب التدقيق ويبدأ اللي هو العمل الرسمي، حيقوم مدقق الحسابات باختيار فريق عمل التدقيق، وحتكون مسؤوليته اختيار فريق يتمتع بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة اللازمة لتنفيذ عمله بكفاءة ومهنية. هيجي بعد هيك عندنا اللي هو التخطيط لعملية التدقيق. ونظرا لأهمية التخطيط، طبعا كان في عندي أو تم وضع معيار خاص بعملية التدقيق اللي هو المعيار رقم 300، المعيار الدولي رقم 300. طبعا انا بقول التخطيط يعتبر من الامور المهمه في عمليه التدقيق ومتطلب اساسي بناء على معايير التدقيق الدوليه، وهو كذلك احد معايير التدقيق الصادره عن المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين. التخطيط مهم جدا حتى لا يكون العمل ارتجالي، يعني مش اجتهاد الشغل، لا، في خطة وكل واحد بده يمشي عليها وكل عضو عارف الجزئية من الخطة اللي بده ينفذها وإمتى حينفذها وكيف حينفذها ووين حينفذها وإيش الأدلة اللي بتلزمه حتى يكون اللي هو تنفيذ العملية سليم وموثق. بشكل عام فإن التخطيط لعملية التدقيق يساعد في تحقيق الأمور التالية: 1، يمكن المدقق من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة، أنا عارف إيش اللي بدي إياه
وش اللي بدي أفحصه، وش الأدلة اللي بتلزمني عشان أوثق وأثبت فيها اللي هو قيامي بالعملية ودفاعي عن الرأي اللي أنا أبديته في تقريري. يبقى أول حاجة في التخطيط حيساعد في تمكين المدقق من الحصول على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة. الاثنين، توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لتنفيذ عملية التدقيق. الفريق اللي عندي بقدر له إيش أوزعه حسب المهمات اللي عندي. المهمة المعقدة بديها أو بكلف فيها اللي هو مدققين ذو كفاءات ومهارات عالية جدا، هاي بروفيشنال. المهمات العادية بكلف فيها مدققين بتمتع بكفاءات تتناسب مع تلك المهمات. المهمات البسيطة أو الروتينية بكلف فيها المدققين اللي أقل رتبة والمتدربين اللي ممكن يساعدوا المدققين. ثلاث، الحد من إمكانية حصول خلاف بين المدقق والعميل. الخطة هذه هتنظم العلاقة بين العميل وبين المدقق. أنا يا مدقق، أنا يا إدارة الشركة، هي خطة التدقيق السنوية تاعتي المعتمدة. هيك حيكون عندي العمل موزع على فترات السنة، وهي اللي هو الفترة كذا والأنشطة اللي بده يكون في عندي هنا. وبالتالي بتكون إدارة الشركة من خلال اطلاعها على جوانب من خطة التدقيق اللي هي هيئت أمور العمل في الشركة بما يتناسب مع تمكين المدقق من القيام بواجباته بدون ما إنه هو يتأثر أو العمل في الشركة يتأثر بوجود المدقق. هذا تشمل عملية التخطيط على عدة أمور مهمة نبينها في التالي. مكونات وعناصر عملية التخطيط: أول حاجة، الحصول على درجة معقولة من الفهم لطبيعة عمل المشروع. يبقى أول شغلة في مكونات وعناصر التخطيط إن أنا بدي أفهم طبيعة عمل المشروع، عشان هيك أول زيارة وثاني زيارة وثالث زيارة ميدانية بتكون اللي هو إيش، بدنا نفهم. يعني إحنا جايين نسمع، جايين نشوف، جايين نعاين، يعني مش جايين ندقق في البداية، لا، إحنا بدنا نفهم. بعد ما نفهم كويس ساعتها بتصير الأمور الإجرائية التنفيذية. بعد ما أفهم الحصول على درجة معقولة من الفهم، هنبدأ اللي هو تنفيذ إجراءات التحليلية الأولية. إيش معنات إجراءات تحليلية أولية؟ يعني أنا من خلال القوائم المالية اللي عندي بعمل عملية بطلع على الأرقام وبشوف إيش الأرقام ذات الأهمية النسبية، وبالتالي بختار منها بعض المفردات أو بعض الأمور اللي حتكون ضمن نطاق الفحص. بقارن بين البنود القوائم المالية في السنة مع السنوات السابقة والبنود اللي فيها تغير كبير أو شيء ملفت للنظر، بالتالي هذه بدي أعطيها أو بدي أبين شو سبب الاختلافات أو التغيير من فترة زمنية لفترة زمنية أخرى. ليش المبيعات زادت بدرجة كبيرة جدا خلال السنة عن السنة اللي قبلها؟ ليش المشتريات انخفضت بنسبة كبيرة بين سنة وسنة؟ ليش بندر يعني في مؤشرات مالية بقدر أستخرجها من خلال القوائم المالية، الكلام اللي أخذناه في مساق التحليل المالي أو مبادئ التحليل المالي، واللي ممكن من خلالها تعتبر بالنسبة لي مؤشرات على وجود خطأ أو انحراف في أداء عمل الشركة، أو ممكن يكون لها اللي هو ما يبررها من إجراءات فعلا رسمية. الكلام هان محتاج إن أنا أحطه ضمن قائمة الفحص. النقطة الثالثة، تحديد المستويات الأولية للمادية وتقدير مخاطر التدقيقات. من خلال فهمي ومن خلال إجراءات المراجعة التحليلية حقدر أحدد درجة المخاطر الموجودة في الشركة. في مخاطر، المخاطر هذه بتأثر في حاجات كثيرة جدا، فأنا بحدد درجة المخاطر. وكل ما زادت درجة المخاطر معناته بده يزيد انتباهي وحذري المهني أثناء عملية المراجعة. بعد هيك بفهم أو بدرس نظام الرقابة الداخلية للعميل، وبنقيم مخاطر الرقابة. مخاطر الرقابة بتدفم نظام الرقابة الداخلية للعميل، لأنه بناء على فهمي لنظام الرقابة الداخلية للعميل هحط خطة التدقيق، ومن ضمن خطة التدقيق هحدد حجم العينات اللي أنا بدي أفحصها في الشركة. وإحنا حنعرف
إنه حجم العينات بيرتبط أو معدل العينات بيرتبط ارتباط عكسي مع نظام الرقابة الداخلية. يعني كل ما ضعف نظام الرقابة الداخلية معناته حجم العينات اللي بدها تفحصها بده يزيد. كل ما زادت قوة نظام الرقابة الداخلية معناته بإمكاني أقلل اللي هي مستوى أو حجم عينات الفحص. وبالتالي كل ما كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف معناته بدي عمليات فحص أكثر وبدي مجهود أكثر وبدي فريق أكثر وبدي كفاءات أكثر وبدي كمان أتعاب أكثر تتناسب مع التكاليف اللي احنا ممكن نتحملها. بعد هيك النقطة الخامسة بنصمم خطة التدقيق العامة، بنصممها بناء على ايش؟ بناء على المعطيات الأربعة اللي قبلها اللي خلت الشركة عندي أصبحت مثل كتاب مفتوح، أنا فاهمها كويس، عارف ايش بدي ولوين بدي أوصل وامتى حوصل وكيف حوصل. طيب نشوف، أنا زي ما قلنا الحصول على درجة معقولة من الفهم لطبيعة النشاط، حتى بالنسبة لهين الحصول على درجة معقولة من الفهم لطبيعة عمل المشروع والصناعة اللي بينتمي إليها، لكل صناعة في كل بلد إلها معطيات بيئية خاصة فيها وإلها ظروفها الخاصة فيها. عشان هيك ده احنا عندنا في العالم المتقدم في أمريكا وأوروبا والصين واليابان والدول المتقدمة، ظهر عندي في العقد الأخير من الزمن حاجة اسمه تخصص صناعي في مجال التدقيق. يعني بيجي بيقول لك أنت بنفعش تقول لي أنا مدقق بشت غير بدقق كل الإجراءات، لأنه أنت الأنشطة والشركات صح انت ممكن تقدر تقوم فيها، بس انت كل شركة بدك تعديها بدك فترة زمنية معينة لحد ما تفهم طبيعة نشاطها. يعني انت حتمضي عمرك وانت بتفهم في اللي هي بيئة عمل الشركات المختلفة، وبالتالي هذا حيستنزف منك وقت ومجهود كبير وأدائك مش حيكون بالأداء المطلوب. طب ايش الحل؟ قال لك الحل اللي هو نعمل في مهنة التدقيق حجمه اسمه تخصص صناعي، يعني في مدقق حسابات بتخصص في الشركات المالية، البنوك وشركات المالية وشركات الاقتراض، في مدقق حسابات بيشتغل في الشركات اللي بتعمل في مجال النفط، في مدقق حسابات بيشتغل في الشركات اللي بتعمل في مجال المقاولات العامة، في مدقق حسابات بيكون مختص بتدقيق حسابات الشركات مثلا التجارية، في مدقق حسابات بيكون عمله في تدقيق حسابات الشركات الإلكترونية، في أصبح عندي اللي هو إيش؟ قسموا الصناعة مجالات والمدققين بيتخصصوا بناء على إيش؟ على تلك المجالات. وبالتالي خلص اللي بيشتغل في القطاع المالي بدقق حسابات قطاع مالي بعد أول مؤسسة وثاني مؤسسة بيكون فاهم الشركة وفاهم المحيط أو البيئة العامة اللي بتشتغل فيها الشركة، وبالتالي مش هيبذل مجهود كبير لأنه أصبح إيش؟ فاهم ما يتعلق بتفاصيل تفاصيل دقيقة لهذا النشاط، إيش المخاطر اللي بتواجهه، إيش الصعوبات، إيش المعطيات اللي ممكن تأثر عليه، إيش الظروف البيئية وتأثيرها عليه، إيش الظروف السياسية وتأثيرها عليه. يبقى هنا اللي هو إيش بيساعد المدققين إنه فهمه بيكون أسرع وعملية الحصول على درجة معقولة من الفهم بتكون بسيطة جدا للمدقق المتخصص. لكن في المجتمعات الصغيرة اللي حجم النشاط فيها قليل زي عنا بيكون التخصص تقريبا شبه غير موجود. طب كيف بده يحصل المدقق على درجة معقولة من الفهم؟ أول حاجة بده يعمل زيارات ميدانية ويطلع ويسأل ويعمل مقابلات مع الموظفين ويقرأ اللي هو عنهم ويستفسر مدققين ثانيين. يعني الأمور بتكون اللي هي اجتهاد شخصي وزيارات ميدانية ومقابلات. تحديد الأطراف ذات العلاقة التي تشمل كل الجهات الرئيسية التي يتعامل معها المدقق، بده يعرف كل قطاع مع مين بيتعامل واحتكاكه وتصرفاته. بعد هيك بده يحصل على معلومات عن العمليات والتعاقدات والالتزامات القانونية للعميل.
يعني الأمور هذه كلها بتتعلق بفهم طبيعة عمل المنشأة، واللي قلنا اللي هو نظام أو الجانب التخصص القطاعي للمدققين ساهم في أن المدققين يكونوا فاهمين أدق التفاصيل اللي تتعلق بالأنشطة اللي هم بيشتغلوا في إطارها. ثانيا، القيام بإجراءات المراجعة التحليلية، وهذا حكينا عنها اللي هو من خلال اللي هو تحليل القوائم المالية وإجراء اللي هو معرفة التغيرات ووضع مؤشرات وتحديد البنود اللي بتحتاج لمعالجة خاصة وفهم خاصة، وأمور اللي هي كانت معانا من ضمن مساق مبادئ التحليل المالي. تحديد المستويات الأولية للمادية، المادية اللي بنتكلم على إيش؟ درجة الانحرافات اللي ممكن تكون موجودة نتيجة ظروف معينة. معروف الأمور ما فيش فيها، وبعدك بنصمم خطة التدقيق العامة وبرنامج تدقيق تفصيل. قبل هيك في عندي دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية للعميل، حكينا عنها اللي هي لأنها هي حتكون مؤثر رئيسي في تحديد حجم العينة ومؤثر رئيسي في تحديد الأتعاب، ومش بس هيك وبس، وممكن تكون محدد رئيسي في قبول أو عدم قبول المدقق لمهنة التدقيق. لأنه لو المدقق اكتشف إنه في انعدام لأنظمة الرقابة الداخلية، مش ضعف فيها، لا انعدام، يعني فيش أنظمة ضعف رقابة داخلية فيها، معنى الكلام هذا إنه حتى لو فحص شامل بنسبة 100% مش حيكون على قدر ثقة بالرأي المهني اللي حيوصل فيه. ليش؟ لأنه ما فيش أنظمة، وبالتالي العبء الفحص على المدقق حيكون عبء كبير جداً، والنتائج اللي بده يوصلها ممكن يكون مطعون فيها، وبالتالي ممكن تتأثر سمعته ومصداقيته في السوق، فبالتالي هو حيختصر مجهود ويختصر اللي هو مشاكل كتير حتواجهه من وراء هذه الشركة، وبالتالي ممكن يكون أفضل حل له لو عدم قبول مهنة التدقيق في ظل عدم وجود أنظمة رقابة داخلية. لكن يوم ما تكون في عندي أنظمة رقابة داخلية في الشركة، أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة بتمتاز يا إنها ضعيفة جدا، يا ضعيفة، يا قوية جدا، يا اللي هو توب. مفيش حاجة اسمها توب، لأنه الكمال لله وحده، يعني كل نظام أرضي في جوانب قصور، وحتى في مرحلة من المراحل نعتبرها توب بصير في عنا تغيرات، بصير في شغلات معينة، بصير في تطور في أداء العمل، بيظهر بعض جوانب القصور. عشان هيك بتحتاج أنظمة الرقابة الداخلية لتقييم بشكل مستمر حتى أي ثغرات ظهرت نعملها عملية معالجة. بعد هيك بنعمل تصميم خطة التدقيق العامة وبرامج التدقيق التفصيلي. اللي بيقوم في العمل هذا كله اللي هو التخطيط اللي هو مين؟ مدقق الحسابات الرئيسي اللي هو شريك المراجعة أو شريك التدقيق. هو بيقوم في عملية الفحص والتقييم الرقابة ووضع خطة والقبول وما القبول وتوزيع العمل على المشرفين، كله من اختصاص المدقق الرئيسي وبصمم الخطة. مين اللي بيبدأ بعد هيك عملية التنفيذ؟ المدقق الرئيسي مع المعاونين، مع فريق التدقيق، مع المساعدين، مع اللي هو في لهم درجات المدققين، يعني في مدقق الواحد، مدقق اثنين، في مدقق رئيسي، وفي مدقق، وفي مدقق مساعد، وفي مدقق متدرب، يعني في اللي هو ترتيبات، لكن كله بيكون من ضمن مسؤولية المدقق. تنفيذ اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات، احنا بنفحص نظام الرقابة الداخلية وبنشوف وين اللي هو الضعف، وش الحاجات اللي هو ممكن ما يكشفهاش واحنا بدنا نركز عليها، وبننفذ بعد هيك إجراءات مراجعة تحليلية اللي هو من خلال اللي هي تقييمنا الأولي للقوائم المالية ومقارنتها بشغلتين، مقارنة اللي هي رأسية بين السنة الحالية محل التدقيق مع السنوات الماضية، وملاحظة أي تغيرات وإخضاعها للفحص ومحاولة تبريرها، أو ممكن تكون اللي هو المراجعة التحليلية عبارة عن مقارنة أفقية
بين الشركة اللي احنا بندققها او الشركة محل التدقيق مع شركات اخرى بتشتغل في نفس المنطقة ونفس المحيط الجغرافي ونفس النشاط اللي بتشتغل فيه الشركة، وبالتالي بيكون في قواسم مشتركة كثير. اي خروج او اي فارق بين الشركة مع الشركات الاخرى بيمثل مؤشر يستدعي من المدقق اللي هو مزيد من الفحص.